أكثر سؤال يسألوني شلون راح ترجع الزيبر؟ طبعا إذا طاح بالقاع صعب صعب خلاص صراحة، يعني هاي بيها 7 كيلوات و200، يعني هاي قيمتها أكثر من خلينا نقول تقشيع على شيء $1000. هاي 7 كيلوات، واللي راح يقول لا هذه مو 7 كيلوات تقدر تشيلها بيدك، هذا الميزان. سبعة فاصلة واحد، يعني 7 كيلوات ضبط. وهاي العلبة تجي كاملة، طبعا ما تنشأ ما اقدر اشيلها، هذه 34.5 كيلو.